وسهلا بالجميع، كيف الحال؟ طيبين ان شاء الله بخير من المدينة المنورة بالتحديد اسدارة. اهلا وسهلا، كيف الحال؟ طيبين، وحشتوني وحشت ابو قلب قلبي. فلقنا اليوم فلق التواضع، فلق الجمال، فلق الروعة، فلق الجمعة، شيء من الاخر. بتشوفون اشياء مرة حلوة. اول شيء يا شباب اعرفكم على الجميع، ابو سليمان. اهلا والله، حياك الله روح الكستات. اهلا وسهلا، حياك الله. الله يبارك فيك ابو مريع. اهلا وسهلا، لا يكثر لما تيجي. ريلي نيجا. وبعدها بنروح يا شباب لا موقع كشده حقتنا، بوريكم. لسه دوبنا وصلين الان الساعه 7 بالضبط، 7 الصباح. هذا الجيب حق راعي كشتات. تمام، عندنا الشباب هنا جاهزينه. حياك الله والله راعي كشتات. يا هلا وسهلا، حياك سلعلوم. طيب هناك مشغول، مشغول بالترتيبات، مشغول بالترتيب. الكوتش على حبيبي ما شاء الله، اهنيك على الاوت فيت حق الديره. اهنيك والله حق المصلى ذا حق محمود. هلا والله حبيبي. طيب هلا بخوي، خوي المقالب. ما شاء الله عبد الرحمن من الخبر. حياك الله والله. طيب والله بحييك. صالح هلا والله، حياك شلونك؟ والله بخير. يا هلا مرحبا. شوف الترتيب، شوف الترتيب. اول شيء هذه يا شباب الصخرتين اقول لك من الاف السنين هي موجوده في الصداره، ومن اجمل الاماكن انك انها تكشت. تمام، شوفوا كمان رايك كشتات ما شاء الله. ايش جايب هذا معانا؟ ايش جايب؟ قهوه يا حبيبي. هذه قهوه؟ الله يا سلام. شوف التجهيزات، شوف الترتيب. هنا حيكون الطبخ، هنا حيكون النفط. اوف، الصلاه على النبي القدير ما شاء الله تبارك الله. ورب الكعبه هذا القدير اللي حق كشتات من جد. اوف هذا ولد ولد. والله الصلاة على النبي. المكان يقول لك ايش؟ اطبخني اطبخني. ورب الكعبة مكان مرة جميل. والله انت الجميل. اوه اسكت اسكت اسكت. اوف 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 اوف. ها ها هذا ايش؟ هنا الطبخ. 50 لتر. 50 لتر. حط القدس وصالح مع بعض. 37 لتر. 37 لتر. الله يزيدك والله ما شاء الله تبارك الله. عاد ما شاء الله ابو الحال ويكفي ترى. لا لا. زلام من ايش؟ ابغى ناكل. لا لا ما عليك، ابشر ابشر صديقي. الله صديقي الصدوق محمد. هلا والله، حياك الله يحييك. سلامك، الابداع كله منك وفيك. هات والله حبيبي، صلاه على النبي. والله نتعلم. نقول لهم اليوم الفلوق مره خرافي، فلوق جديد، يوم جديد. اوف ثنيان خالد. والله تابعوا يا حبيبي، يستاهل والله، حيكون مره حلو باذن الله. يلا الحين الكاميرا مع محمد. كيف يبغاها؟ أربعة ولا ثلاجة؟ بخاري؟ نحط له صاخة في الكيس. أترك المكان كما كان. النار النار سريع. هذا الشيء وش هالحالة هذه اللي أنا عايشينها؟ يا رب وش هالحالة هذه؟ الفطور هذا اهم شيء في الطلعه ذحين. باقي بعض العيال ما جو لسه، حيجون ان شاء الله على الطريق. كشته مره حلوه، بدايتها مره جميله، كلنا متحمسين. شويه شرق الشمس، بعد ما نفطر بنروح الشلالات. بنروح الشلالات صح؟ والله الليل بنروح الشلالات، وفي بعض الناس هنا بيسبحوا. جيب شيء. ايوه ايوه جيب لك مساكين الدنيا كلها. ايوه هنا هنا بس، هنا 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 بس. يلا اقعد. هذا اول واحد. اول واحد. بالله ايش رايك؟ والكعبه كاني مقضي لعيالي. شكرا بابا. اتحداك اتحداك تحصلوا لهذا. شو اسمه طيب؟ ايش اسمه؟ هذا هذا ما يعرفونه. هذا اسمه دجاج البر الحار. هذا حار وهذا بارد. ما يعرفون قديمك قديمك لو الجديد. اوف مع الشاهي ذا. ابو مريع الرحال نزيد اعرفكم عليه، ما شاء الله عابر الديار، عابر القارات، عابر القارات، عابر جسمه بحار بحار. صباح الخير اسعد صب، يسعد الله. حرامي الذبايح. هذا جدنا المصري، جايبينه زياره هنا. الصخره العملاقه.
قل قل يا عيال شو بعت خلاص بنرجع مدينة. قدش يتمرن بجبال يشيل بيد وهبوا 6 شهور بالنادي لدرجة هذه السهرة قالت جابنا مع بعض قسمها براس. يلا سواليف كذب يا عيال ها سواليف كذب من هاك السنين وانا ما معاي بسيكيت هذا اي هذه قبل 60 سنة هو تكفيني سنتين معروف والله خلاص ابو سليمون حتى صرت تتكي عليه يا عيال الحين جايب بسكوتين زي بعض ليه؟ على العرض على العرض ها عارف لباس تروح والله مره شعان اسمع الريحه بس والله انا شايب العيال هنا عشان يغرزون شباب حبايب قلبي بقول لكم شيء ترى هذه الكاميرا اول كاميرا صورت فيها باليوتيوب لان كاميراتي كلها بالرياض فهذه اول كاميرا صورت فيها لليوتيوب وان شاء الله الجوده مره حلوه وان شاء الله نتنافس بكم معنا الضيف الجميل والجديد عايد الله زبوك حياك حبيبي نورت والله هلا حبيبي يقولون المدينة تم بتخباتها صح؟ يا حبيبي الله يسعدك يلا شباب الكاميرا بتطفي يلا سيولد اهلين وسهلين بعد ما طلعنا الشلالات وزي ما انتم شايفين صورنا وخلصنا من الخلعة ما دريت ان المايك طافي فجينا ريحنا تغدينا زي ما انتم شايفين يا الله لك الحمد الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا من غير حول منا ولا قوة الان انا ماشي بين الطبيعة زي ما انتم شايفين هذه الطبيعة حقتنا طبيعتنا ما شاء الله فيها شوك يعني ما تمزح من الفائدة اللي انا بقول لكم اياها دقيقة انك ايش بعد ما تتغدى تنزل الاكل والله شوك والله طبيعتنا عاد هي ناشفه شوك سبحان الله يا اخي سبحان الله لكل ارض طبيعتها مره من المرات ورب الكعبه ما اكذب مره من المرات ما ادري ايش طلعني من مكان كذا ضيق وطلعت والله ان شوكه زي كذا بس عارفين الشجره ذيك اللي فيها ورد معاها شوك زي كذا انها صقعت فين في القرنيه حقتي هذه السوداء واروح المستشفى واكشف عليها وقال لي الدكتور عندك خدش في القرنيه لازم تريح اسبوعين عشان القرنيه تلتئم وكذا الحمد لله والله جت تنفقع فعشان كذا اكلك يا الله قروشتني انت لما تمشي مع الطبيعه لازم تكون حذر ها انتبه عشان ما تقلق هنا ما يمديك والله انحشرنا والله انحشرنا لازم تدمك زي كذا ها تبت تبت فين الطبيعه يا ايوه بس خلاص بارك الله فيك الله يسلمك دا
دائماً الشباب يقول لك إذا كشت أي مكان داع المكان أفضل من مكان. فبعض الناس الله يصلحهم يا رب مرمين زبائن هنا وزبائن هناك وهنا، يعني مو حلو والله، مو حلو إنك أنت قاعد ترمي أشياء. ما في عامل نظافة يجي هنا أصلاً. أصلاً قبل إنك تعتمد على عامل النظافة لازم أنت تكون السبب الرئيسي بالنظافة. مكان جميل نظيف تروح تيجي توسخه، والله ما ينفع. يعني الله يهدي الجميع، والناس اللي توسخ المكان وترمي الزبائن والله انت ما تدري قديش قاعد تضر البيئة. ليش ترمي؟ معلش تحمست. هذا اخونا جاء من ليبيا ما شاء الله عليه، الله يحفظك يا رب. اخوي وين رايح؟ حلالك طالع الجبل. هذا اللي بيسرق الحلال. سمعناه. وانت اللي مساعد. يعني ما شاء الله محل كامل متكامل، الله لا يضره يا رب. حتى في نت، شوف شايفين كيف في نت وفي جيوب، اول مره اشوف باب في جيوب ولا باب غرفتي. ما شاء الله ميكانيكي؟ ما شاء الله تبارك الله، ايش عندك؟ ما شاء الله، الله يا شيخ، ايش خلانا يحرمنا منك؟ احلى ما في الطلعة. ايه انت شغل السيارة تحصل اغراض جديدة، ما هي لك شواحن، ايه بطاريات، لا عيال، في اغراض، في اغراض لي اياها. ادري عن خويك يدور تحت السيارة كمان. والله ما قصرت. اشوفك برحلات اجمل منك. باذن الله، باذن الله، هذه ولا ان شاء الله كل ما اجي المدينة فيها كشتة. والله بس انت جيب الذبيحة والله. ما عليك الامور طيبة. انت مسافر؟ عندك النظرة ذيك اللي كذا. شباب خلصنا. الطبخة خشت عندي. يا صديقي انا ماني شغال، مو انا الطوبه. ليه ما شلت عن الطريق؟ خليني اشوف تحت. يكون المهم يا شباب والله يا شباب الطلع مرة حلو صراحة، استمتعنا. لا تنسوا لايك وسبسكرايب حبايب قلبي، استودعكم الله، كان فلوق جدا جميل. ابو روح انام، مع السلامة.